لا تنافق عشان ما ايدك، لا تنافق سامع. رفض الاستغلال كان جزء من اسباب تدخل ناس كتير. حبيبي ممكن تسكت وتدفع لك ثمن؟ اسكت مقدم. اسكت انت اللي طالبه. ايوه طالب السياره. ايوه طالب. ليش ما قلتي لي ان الحبيب معك؟ يعني لازم اقول لك انه معايا واحد، ابى احد يساعدني يحطه في السياره. شو بيه احد يشيله؟ انا ما اشيله. الله يرضى عليك، الله يخليك، خلي عندك شويه. شوف يا احد يشيله، مقعد انا ما اشيله. ناس كتير كانت منتبهة للموقف وبتحاول تفهم، فيهم اللي مشي وكمل طريقه وفيهم اللي اهتم ووقف يسمع. وأكيد مش كل الناس هتتفرج وتمشي، كلنا منتظرين نشوف الناس هتتصرف ازاي. شو قاعد يشيلها؟ أنا ما شيلها. ساعدني يا مو. ايش فيه؟ ايش فيه؟ معلش أجي أوصلها، بس إني أشيلها ماني مسؤول أشيلها. يا أخي اعتبره أخوك يا أخي، حرام عليك. إيه يا أخي اعتبره أخوك يا أخي، حرام عليك. إيه ما عندك إنسانية؟ لا ما عندي. انت بشر؟ بشر بشر بس. لا والله ما انت بشر. طيب ايه المشكلة يا اخي؟ مو قاعد ولا غير، وانت ايش المشكلة يعني؟ اني انا بقدر الحالة اللي هم فيها اول شيء، وثاني شيء عاد انك تطلع صادق قدام الحرمة الكبيرة. اذا وصلت هناك مين بينزله؟ والله بتلاقي اللي بيساعدك في الشارع، والله بتلاقي اللي بيساعدك في الشارع. صعب جدا اما يكون اصلك طيب تغيرك مظاهر العصر. انت لو مكاني تشيله؟ اشيله وعلى راسي بعد. شيله خلاص، شيله. شيله على راسي. قلت له لا تستفز. يا اخي يا اخي تراك سواق، في يوم من الايام بيصير اتحاد وبيصير مسار لعين. مفروض انها تخليه في البيت. شلون تخليه في البيت يا اخوي؟ مو بنسان ذا. ترزق الله. طيب مقعد تكسب اجره يا اخي. يا تساعد الرجال يا معلش روح. ليش وجهك؟ وده كان رد حاسم فعلا. جابهم 300 ريال تدفع. بدفع لو 600 ريال. لو 1000 ريال بدفع. اكسب اجر يا اخي في الايام دي. ساعد عشان ما اخليك، انا اخليك انت الحين تساعد غصب عنك. ساعد يا اخوي ما عليك انت بس. لا تمد يدك، لا تبعد يدك عني. شيل سيارتك وروح، انا اوصل الحين. اجيب سياره واوصل. تفضل. طيب شغلتي سواق ما حمل هناك حتنزله. خذ ما نزل. واتصل علي انا باخذ السياره وبلغ. ما نزل. الناس حاولت كتير تحل بهدوء، لكن مع صعوبه الموقف بدا الانفعال يزيد. يا اخي استحي على وجهك يا خالد. تكلك البيضة ساعة على وجهك يا أخي. ساعة يعني هي بتشيل حرمة كبيرة، عيب عليك. شيل حرمة كبيرة، عيب عليك. شوفي المشوار يكون دبل عشان تكوني في الصورة. لا تنافق عشان ما ايدك، لا تنافق سامع. رفض الاستغلال كان جزء من اسباب تدخل ناس كتير. حبيبي ممكن تسكت وتدفع لك ثمن؟ اسكت مقدم. اسكت اسكت اركب. الله يرضى عليك. هنا صعب قوي تلاقي كلام يوصف شهامة الاتنين وجدعنة القلوب الطيبة. فعلا الرحمة حلوة، كلنا لازم نخاف من بكرة. نموذج لو قدرنا نزرعه في أولادنا وشبابنا حاجات كتير هتتغير. السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير. فيصل الزهراني، برنامج الصدمة MBC. أنتوا كنتوا في تجربة اجتماعية، يعطيكم ألف عافية، شكرا على وقفتكم. بس ليش تدخلتم؟ هو جاي ياخذ رزقه صح؟ طيب رزقك ترفع صوتك على مرة؟ عيب عليه والله عيب. ما يتهاوش مع الست، غالي معاها عشان الشاب الموقع يقول انا ما بشيل شيء وانا ما بعمل شيء. كيف يعني؟ يا اخي لازم الكل يتعاون في حاجة زي كده. كنت بجيب سيارتي والله واشيلهم. اي والله. ودوامك؟ عادي استأذن وامشي. فحبيت اني اسوي خير، يعني على ما اهلي يخلصون عادي اوديهم اسوي خير وارجع أشيلها لي وأوديهم البيت، مو مشكلة يعني. أشيلها هي وولدها على راسي، لأنهم ترى البركة كلهم. دعوة منها تكفيك الدنيا كلها. شنو أكثر شيء لفت نظركم بالحوار؟ شغل إنسانية على الحجية ويظل هو أصلاً ما بيده شيء ابنه. يعني شو يسوون؟ بسأل إذا أعرف. ما بيده، كل شيء ما بيدهم أبد. فأني جيت يعني كحالة إنسانية لا أكثر ولا أقل، وكل واحد بينا لازم يخلي نفسه بهذا الموقف. صحيح عليه ويا مرة واحد يعني وياها، يعني صاحب ذو احتياجات خاصة ويصحيح عليه. الولد اللي وياها وهي حسيتها مثل أمي، يعني ما أقدر أفوت وأعوفها. برأيك اليوم هواي أكو ناس ماتت الرحمة بقلوبهم؟ لا أنا أشوفها موجودة صراحة. لا أنا بالنسبة لي يعني حتى موضوع ما شفته، موضوع فلوس، موضوع مادي، موضوع كلش بسيط. موضوع المادي ممكن ينحل والحمد لله والشكر، يعني حالتي زينة مو حالتي. وهذا كل واحد يختلف عن الآخر، إذا عنده حالة معينة نساعده، بس أنا ردت فعل على المرة كانت وقفة صدمتني، يعني ما تخيلتها صراحة. فأني عبرت، أنا مو أنا عبرت، سمعت ده يحكي وياي يقول أنا من يصعده وياي، أنا ما تحملت رجعت بعد. هو يعني طبع بينا ما نقدر نتجاوز هيك فد.